انضم الينا من بغداد الدكتور علاء النشوع، الخبير العسكري والاستراتيجي. برايك دكتور علاء، الى اي مدى يمكن ان يتسع الاستهدافات من قبل الفصائل العراقيه وتحديدا كتائب حزب الله على القواعد الامريكيه؟ وبرايك هل سيتسع الرد الامريكي عن هذا القدر، ام انه سيكون مختصر او مقتصر على مناطق محددة لهذه الفصائل؟ نعم، شكرا جزيلا لك سيد الفاضل ولمشاهدي قناتكم الموقرة. حقيقة يعني الآن هناك تغييرات كثيرة في الموقف الأمريكي من خلال الاستراتيجيات التي تتخذ في قضية ضرب القواعد التي الخاصة في يعني حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، وكذلك بعض الفصائل المرتبطة ارتباط وثيق بإيران. الحقيقة الآن احنا نخوض حرب غير مباشرة يعني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأرض العراقية، وهذا هو مبتغى إيران الحقيقي باعتبار انه دفع القتال عن جغرافية إيران السياسية والعسكرية. وحقيقة يعني الأمريكان هم محددين أهداف كاملة ولهم معلومات كاملة ومفصلة عن كل فصيل عراقي موجود وكل فصيل مرتبط بإيران موجود على الأرض العراقية. وضربة أمس يعني كانت دليل واضح على أن الأمريكان لهم علم حتى في قضية ضرب القواعد العسكرية الأمريكية داخل العراق وكذلك في سوريا، ولهم معلومات شاملة وكاملة من قام بالضربة ومن هي الفصائل المسؤولة عن هذه الضربة. فإذا يعني في رؤيتنا أنه اتساع يعني نطاق الضربات سيكون بيد الأمريكان، محصورا بيد الأمريكان. هنالك قواعد ثابتة للسياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، كان في العراق أو كان في سوريا وحتى في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. فلهذا هي لم تكن هذه الفصائل هي التي تتحكم، ولكن هي أمريكا هي التي تتحكم بقواعد الاشتباك، وأنا ذكرت ذلك عدة مرات في على منبر قناتي. فلهذا الأمريكان هم من يريدون أن تتسع أو تنحصر الضربة. كيف سيتعامل العراق مع هكذا، وخاصة وأن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي قال بأن ذلك يمثل انتهاك لسيادة العراق، في حين أنه كانت هناك أيضا ضربة إيرانية لقواعد أو مناطق محددة ومدن في العراق منذ أيام؟ كذلك اليوم تقوم القوات الأمريكية بضرب مواقع للحشد الشعبي ومقراته. برأيك كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هكذا وضع يزداد فيه عدم الاستقرار؟ المشكلة أن الحكومة العراقية وضعت نفسها في وضع محرج لأسباب كثيرة. هنالك لجنة مشتركة عليا ما بين القيادة العسكرية العراقية والقيادة العسكرية الأمريكية، وهذا الاتفاق تم في الشهر الثامن من عام 2023 بعد أن أرسل العراق لجنة بقيادة وزير الدفاع وبعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين في العراق. هذا الأمر اتفق مع الأمريكان تكون هنالك استقرار كامل وشامل للأمن الإقليمي، وهذا أيضا يعني باعتبار أن الأمن الإقليمي يخص أيضا الولايات المتحدة باعتبار أن هنالك قواعد ومصالح أمريكية متواجدة في المنطقة. فأي اعتداء على هذه القواعد يمثل عدم استقرار أمني للأمن الإقليمي. نعم. وهذا أيضا العراق مسؤول عليه مسؤولية كاملة وشاملة باعتبار أن هنالك تعهدات من قبل الحكومة العراقية بحماية المصالح الأمريكية وحماية القواعد الأمريكية في المنطقة. أما قضية الانتحابات وقضية أنه الحكومة العراقية تستنكر، فأعتقد هذا الأمر يعني هو يمكن هنالك أنه اتفاق ما بين الحكومة العراقية والأمريكان على قضية الشجب والاستنكار. أما في الحقيقة فهنالك اتفاق. نعم. أن هنالك اتفاقيات ما بين العراق وأمريكا على هذه القضية باعتبار أن الأمن الإقليمي هو أمن يخص الولايات المتحدة ويخص العراقي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء النشوع، الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، كنت معنا من بغداد. شكرا جزيلا لك.